شو هي توقعات الفلك لمواليد السرطان بالأسبوع الأول من شهر أيلول سبتمبر 2024؟ عزيزي بتمارس سلطة معنوية ببداية الشهر، بتحقق أمنية مادية أو ربح، أو بتوقع على عقد مثمر بين الأحد واحد والتنين اثنين، أو بتفاوض بشأن عمل أو مشروع. القمر الجديد يوم الثالثة 3 ببرج العذراء بيلتقي بالشمس حتى ينور قدامك الدرب ويعلن عن افتتاح دورة عمل ممتازة، خاصة إذا تعلق بالشأن العام أو إذا تعلق الأمر باستقطاب المؤيدين والداعمين. بتتقدم أنت إلى الطليعة وبتتجرأ على طلب جديد من مؤسسة أو مرجعية بتشوف أنه هالطلب بتستاهله. بتفاوض كمان بشأن عملية منتجة رغم أنه الأمر ما بيكون ميسر 100%، خاصة وأنه في كوكب بلوتون راجع إلى برج الجدي بهالأثناء، بس الأصدقاء والمقربين والأحباء بيقدموا لك الدعم حتى تستفيد من معلومات بيوفروا لك إياها بين الخميس 5 والسبت 7. خفف من المغالاة والطمع، ما تعبر عن حاجاتك ومطالبك الآن، يمكن لازم تأجل الأمر لأول أسبوع الجاي وبخبرك.